أكدت سعادة الشيخة هلا بنت محمد آل خليفة مدير عام إدارة الثقافة والفنون في هيئة البحرين للثقافة والآثار في تصريح خاص لمركز الأخبار، أكدت أن مهرجان الموسيقى في نسخته 29 سينطلق يوم غد الخميس عن بعد في ظل إجراءات احترازية اتخذتها الهيئة جراء انتشار فيروس كورونا. طبعا يأتي المهرجان هذا العام بنسخته 29 في ظل ظروف استثنائية يمر بها العالم أجمع، ونحن في هيئة البحرين للثقافة والآثار حريصين لابتكار قنوات للتواصل مع جمهورنا. طبعا هذا المهرجان من أهم ما نقوم به في مواسمنا الثقافية. المهرجان في نسخته 29 نقوم بالتواصل مع جمهورنا من خلال عروض مشوقة في موقع تراث عالمي في موقع قلعة البحرين، وطبعا نقدم الموسيقى وهي جزء من التراث الإنساني الغير مادي، فلذلك نربط التراث المادي بالتراث الإنساني الموجود، وجود المعالم الجميلة في مملكتنا الغالية. طبعا الحضور لعدد محدود في السيارات، ولكن البث سيكون مباشر على قناة هيئة البحرين للثقافة والآثار عبر اليوتيوب، وأيضا الإذاعة الشبابية كل يوم، بالإضافة لحضور التلفزيون الذي سيسجل الحفلات كلها ثم يبثها لاحقا. في ذات السياق، أكدت سعادة الشيخة هلا بنت محمد آل خليفة أن هيئة البحرين للثقافة والآثار حريصة على مد جسور التعاون مع الجمهور والمبدعين رغم الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم جراء فيروس كورونا. طبعا نحن في قطاع الثقافة نردد باستمرار ما تقوله معالي رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار الشيخة مي، نقاوم بالثقافة، فالثقافة هي فعلا فعل مقاومة لكل جائحة، فالظروف الاستثنائية التي نمر بها لابد أن تولد إبداع، إبداع موسيقي أدبي فني، فلذلك نحن حريصين بأن تمتد جسور التعاون ما بين هيئة البحرين وبين الجمهور وبين المبدعين والمفكرين والموسيقيين لخلق أجواء جديدة، أجواء تعطي الأمل والفرح للجميع.